سنة 2020 على الأبواب، وهي فيها حدث فريد شوية، حدث لن يتكرر إلا بعد قرن من الزمان وفي يوم مختلف عندما نكتب التاريخ والوقت برقمين فقط مكررين، الزيرو والاتنين. يعني يوم 2/2/2020 الساعة 2 ودقيقتين وثانيتين كل الدنيا دي مكتوبة باتنين زيرو واتنين. الكلام ده مش هيحصل تاني غير يوم 20/2 برضو سنة 2020. لو بصينا اهو سنة 2020/02 الشهر 20 اليوم الساعة 8:20 و20 ثانية، يوم تاني هيبقى برضو 20/2 الساعة 8:20 و20 دقيقة. يعني المهم مش هتبص تلاقي ان 0 و2 بتكون لك التاريخ كاملا. كل سنة وانتم طيبين.